أعلن النائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار تقديم أكثر من 135 مليون و715 ألف خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة، وذلك منذ انطلاق رئيس مجلس الوزراء للنسخة الثانية في مايو الماضي وحتى أمس في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان. أوضح عبد الغفار أن الحملة قدمت أمس 545,278 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة فإن الحملة قدمت 49,744 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.